طعمه. مارك صباح الخير. صباح النور. صباح النور، ان شاء الله تكون بخير وبين انك بخير. قدرت هلا ترجع تطلع معنا، شو الوضع عندكم؟ طمنا. الوضع للصراحه سيء سيء وعم بيسوء، ونحن كنا متأملين امبارح بالمفاوضات تصير تكون للأحسن شوي، بس الهيئة انه الوضع رح يتطلب بعد الصبر. يعني طبعا نحن صلنا 6 أيام بهالحالة، لسوء الحظ انه الوضع مش عم بيتقدم، عم يرجع لورا. المشاكل اللي عم بتصير ضواحي كييف عم تكبر، وبس ان شاء الله يعني باذن الله متأملين انه بأقرب وقت الموضوع ينحل. المشكلة اليوم عم نعاني منها هي بقى مشكلة اللبناني اللي عايش بالمدينة اللي له زمان، اللي يمكن تأقلم على البلد أو عنده حس وطني صار بهالبلد. المشكلة عم نعاني منها هي مشكلة الطلاب والعائلات اللبنانية اللي ما عم تقدر تطلع من المدن الأوكرانية تتوجه صوب الأمان صوب الحدود لسوء الحظ. طيب مارك، حضرتك أول شيء رجل أعمال، عندك عندك مصالحك و يعني باوكرانيا لبناني اوكراني، واخذ الخيار بانك ما رح ترجع، على ما بدك تترك البلد، مزبوط؟ لا صراحه مزبوط، مع انه مع كل هالوضع، بس حابب اقول لك شغله صغيره، مع كل هالوضع اللي صاير مع الحرب مع القصف، كهرباء موجوده، الجيش عم بيساعد الناس للتنقلات، عم بيحاول قد ما فيهم يكون مأمن كل الاحتياجات والالتزامات لجميع السكان البلد من دون اي تفريق من دون اي تمييز. يعني اليوم الشعب الاوكراني عم بيكون متضامن مع اي شخص موجود على ارضه وساكن ببلده من فتره، فعم بيكون ايد وحده مع الجميع. طبعا يعني بنشكر السفاره اللبنانيه وسعاده السفير استاذ علي ظاهر، وبنشكر اي شخص واي مجموعه، يعني نحن عاملين مجموعه مسمينا خليه الازمه الاوكرانيه، عم نكون جروب كتير كبير من اللبنانيين من أبناء الجالية اللبنانية، عم نتضامن مع بعض، عم نتشارك المعلومات، عم نحاول قدر المستطاع نساعد بعض بأي معلومة ممكن تفيد أي طالب أو أي شخص حابب يوصل على الحدود بخير وسلامة وأمان. طيب بس هو مؤمن أنه يوصلوا يطلعوا من البلد على الحدود؟ يعني في إمكانية أنه يقدروا يطلعوا؟ هلا هو في عم يكون في إمكانيات، طبعا نحن عم نحاول قد ما فينا يعني النقاط اللي عم نحاول نجمعها انه تنقدر نوصل لا يعني لا مطارح او معلومه تتاكد لنا انه هذا المكان هذا السير امن لهالشخص تيقدر يوصل من مدينته للحدود. لانه المشكله انه يعني ك 4000 لبناني ساكن، يعني حوالي ال 4000 لبناني ساكن باوكرانيا، وعندك بحوالي 1800 طالب لل 2000 طالب، يعني متفرقين بعدة مدن، فحسب توجه المدينة وأي حدود بده يروح، يعني أي أقرب له بين بولونيا بين بولندا بين رومانيا بين مولدوفا، فهون المواضيع مش هناك عم تتعقد شوي. يعني قد ما فينا عم نحاول للصراحة، وبعدنا ناطرين جواب، يعني ناطرين تعاون الصليب الأحمر الدولي. نحن حضرنا ليستة كبيرة بالأسماء اللي يعني بأسرع وقت عم تطلب لجوء، عم تطلب مساعدة لعبور الحدود، عم تطلب مساعدة لا يطلعوا من المدن المحاصرة. بعدنا موعودين بدعم من وزارة الخارجية، لا سوء الحظ ما في جواب. السفارة اللبنانية عم تسعى بس ما في جواب. الصليب الأحمر الدولي عم بيحاول قدر المستطاع كمان بعد ما في أي نتيجة. طيب وين أماكن يعني الخطر أكثر شيء مارك؟ يعني وين في لبنانيين فعلا بحاجة ماسة ليطلعوا من المدن؟ كل المدن صارت تشكل هالقد خطر كبير. بس اليوم يعني عندك المدن الشبه محاصرة تعتبر بين خاركوف وبين كييف وبين فينيتسا وبين، يعني في كثير مدن تعتبر محاصرة، فخطر يعني خطر استغلال طريق البر، فمستحسن يعني خصوصا اليوم بكييف مستحسن كله عن طريق القطار، ما حدا يطلع بالبر، كله عن طريق القطار، لأنه بعده القطار يعني شوي أرحم من الطريق البرية. نعم مارك، كمان يعني اليوم حضرتك من ضمن الأشخاص اللي قلت أنا أنه لبناني أوكراني، لو ما في تعبئة، لأنه في قرار تعبئة صادر، لا في قرار تعبئة، صح في قرار تعبئة بأوكرانيا من سن 18 لسن 61 انه ممنوع يطلعوا من البلد كل مواطن اوكراني، كل شاب 100% اوكراني، وذلك الى امكانيه ربما التحاقهم بالقوى المسلحه، مزبوط؟ صح مزبوط 100%. صح
طيب هذا الخيار شو ممكن تعمل تجاهه؟ يعني مستعد هالقد للمشاركة في هذه الحرب في حال تم هلا يعني مشاركة؟ ما فينا نقول مشاركة لأنه يعني ما فينا نحن ندخل بأمور سياسية. طبعا يعني الواحد بيقول قد ما في يحمي حاله بيحمي حاله، قد ما بيقدر يساعد بيساعد. يعني أنا الحمد لله الله نعمني محل ما أنا ساكن عندي بالبيت وعندي المعمل، بالمعمل موجود عندي مكان آمن. اليوم بيتضمن صار 7 عيال، كنا بأربعة صرنا بـ7 بكل اليومين زيادة. عيال لبنانيين ولا لا مختلف؟ لا صراحة هن أوكران، لأنه حوالي يعني عدد لبنانيين قليل بالمنطقة اللي أنا ساكن فيها بمدينة كييف طبعا. وصراحة هي المشكلة الأكبر أنا عم عاني منها شخصيا، إنه كعيادة بيطرية يعني كان عندي مشكلة يومين ما كنت قادر أوصل لعيادتي لحتى أهتم بال يعني بالحيوانات الأليفة الموجودة يعني كغذاء وكيمكن تغيير مصل أو. فالحمد لله امبارح كان في عبور يعني سالم بالمدينة، قدرت شوي خلص الأمور، بس اليوم الوضع أسوأ. والمفضل مستحسن إنه ما حدا يطلع من بيته، مع إنه شالوا منع يعني حظر التجول للساعة 8 المساء، بس كمان يعني الموضوع خطير، عم بيزيد شوي خطورة. القصف عم بيكتر خصوصا على ضواحي كييف، عم بيصير في قصف عشوائي لسوء الحظ، مع انه هذا الكلام يعني اختلف من بدايته انه رح يكون في قصف على نقاط معينه مش على المدنيين، بس لسوء الحظ عم بيصير في قصف على اماكن سكنيه للاسف. طيب شو وضع السلع الغذائيه؟ يعني انتم لحد اليوم في اكتفاء بالمواد الغذائيه بالدواء، هذا الشيء شو وضعكم؟ لليوم يعني في جروبات مجموعات كانت اوكرانيه او كانت اجنبيه عم تسعى لتامين هالحاجات، يعني مثل امبارح عندنا بالمنطقه مجموعه كبيره من الجيش الاوكراني قاموا بتوزيع المواد الغذائيه مثل الخبز، شويه رز، شويه معكرونه، شويه مي. وطبعا يعني على بدايه الازمه يعني في ناس قدرت يعني تضبط نفسها وتروح يعني تعمل مثل ما بقولوا يعني تشتري كل الملذات وكل المحتاجات يعني لحتى تقدر الصمود. ونحن كونا شفناها وعشناها بلبنان، فاول ضرب رصاص صراحه طلع يعني انا عملت قدر المستطاع انه اكبر عدد ممكن من المواد الغذائيه قدرت اجيبها، يعني الحمد لله ممكن نحصن بعد لحوالي اسبوع قادر يعني اقوم بنفسي وساعد شوي من اهل جيراني يعني، والحمد لله ما فينا اقول لك كل هيك. بس وبتعرفوا مثل بيقولوا عنا بلبنان المشكله انه كان ينزل صاروخ باخر الشارع يقول له بعيده بعيده، المشكله نحن اللي عم نعين منها ما فينا نقولها هون، لانه الصاروخ اللي عم ينزل عم بدمر عم بيعمل قطر حواليه من الدمار، هيدي للاسف. فالموضوع هون شوي مختلف، نحن عم نحكي على حرب ضخمه ممكن تنتهي باي لحظه، لانه بعد في مفاوضات، بس يكون في مفاوضات بتعرف يعني ممكن يكون في نتيجه ايجابيه، بس ما يكون في مفاوضات يعني رح نروح على دمار كبير. فان شاء الله ان شاء الله وباذن الله بتنتهي باسرع وقت ان شاء الله. اكيد مارك انا بشكرك وان شاء الله تضلوا بخير، واكيد رح نضل نطمن عليكم على امل انه تنتهي هذه الحرب فعلا، لانه مش الشعوب دائما لازم تدفع قرارات حروب القاضي. شكرا لك مارك طعمي، وتضلوا بخير كلكم وتبقوا على حالكم، ونحن رح نبقى المنبر لنوصل صوتكم. اي تفضل. أنا بس بحب أشكر سعادة السفير الأوكراني إيغور أستاش موجود حاليا بلبنان على جهوده وعلى دعمه المعنوي والنفسي للبنانيين اللي عايشين في أوكرانيا، وبحب أشكر سعادة السفير الأستاذ علي ظاهر على جهوده، وكل أعضاء كل شخص موجود بالسفارة اللي عم بقوم بواجبه، وكل أبناء الجالية اللبنانية اللي عم بقوموا بدورهم الوطني. يعني الحس الوطني اللي كان موجود بلبنان بتشوفيه بالغربة بتكبر فيه، بيكبر قلبك يعني صراحة بالفعل. اللبناني وين ما يكون موجود بيرفع الراس. وشكرا لكم وإن شاء الله بدلكم كلكم الأحسن. إن شاء الله بدلكم كلكم بخير. مارك شكرا لك.